مارسيل منوندو، رائد أعمال الأسبوع معنا اليوم إلي غريغوار خولي، الشريك المؤسس لتطبيق دايب مندار. هاي إلي، مرحبا، أهلا وسهلا فيك بمكتب واندا ببيروت. أهلا فيك. خبرنا شوي عن تاريخ دايب مندار، كيف بلشت وشو مميزاتك التطبيق؟ أكيد دايب مندار إذا لهاللي ما انتبهوا هي كلمة بتعني أنه ما حول الشخص بالعربي الدارج باللبناني. ونحن بلشنا من سنتين مؤسسة، كنا صرنا سنتين عم نشتغل يعني بدون شكل قانوني، عم نحاول نشتغل. كنا وبلشنا شرعيا بتطبيق داخل فيسبوك، وهو المبدأ كان انه واحد بياخد بعدة بكاميرا عدة صور، والأب والتطبيق اللي عملناه هو بيلزق للصور لصورة واحدة ما حول المصور. فيها تكون يعني الصورة عريضة خلينا نقول 180 درجة، وفيها تكون 360 يعني هو مدار كامل للمصور. بقى بلشنا على فيسبوك، وبعد سنة نزلنا التطبيق على الآيفون، وهذا هو اللي أكتر شيء سمحنا ننطلق، هو التطبيق على الآيفون، لأنه صار الشخص يصور ويحصل على النتيجة دغري على الحارك، ما يجبر يعني يوصل الكاميرا بالكمبيوتر تا يحصل على النتيجة. وبهالطريقة يعني نحن قدرنا نوصل على نتيجة مهمة، يعني صار فيه لحديت هلا 4.5 مليون تنزيل. ومن كم يوم نزلنا ترجمنا للغة العربية على الأندرويد، وترجمنا للغة العربية على الآيفون، بس بدها بعد أسبوعين تكون جاهزة. حلو. اليوم دير مدار عنده صدى عالمي، كيف عملتوا لقدر توصلوا للعالمين؟ هو يعني أنا رأيي هلأ يعني بدي بركي بعد وقت تحلل هالشي كله اللي صار معنا بلا صار بسرعة، لكن استنتجت أنه إذا واحد قدر يحصل على 5 نجوم على الأب ستور بالنسبة للنوعية، ما هو كل شخص بيقدر يحط لكم علامة، فإذا وصلتوا علامة معدلة 5 نجوم التطبيق بينبيع لوحده بدون أي دعاية. إذا كانت العلامة بالحدود 4 نجوم بصير بدها دفشة، وإذا كانت 3 نجوم ما تحت يعني ما واحد ما لازم يعني كل مصريات اللي يحطها على تجاريا يعني التجاري بيساعد التنزيل هو بيكون خسارة. واحد إذا ركز أكثر شيء على النوعية قدر يحصل على 5 نجوم التطبيق بينبيع لوحده، يعني من حدا لتين بصير يعني الزبون تبعنا بصير هو عم بيروح يبيع التطبيق لكل أصحابه، هيك عم بيصير. يعني ما عملتوا أي جهد معين لحتى تفوتوا على السوق الأمريكي؟ أي جهد، بس ركزنا على النوعية، أهم شيء النوعية. كيف قديش عم بتقدروا تطلعوا مصاري؟ قديش عم تكون مربحة هذه الأبليكيشن اليوم؟ اليوم نحن 5 أشخاص، 5 مهندسين مبرمجين، ومبيعات على الأب ستور لأنه على الأندرويد هي بلاش الأبليكيشن تطبيق وحاطين له بس دعاية، ما عم بيطلع بعد كفاية، بعدهم ما صرنا زمان نزلنا أندرويد. على الأب ستور عم بيطلع كل مصاريفنا، كل يعني المعاشات والمكتب كل شيء، وعم نطلع قد المصاريف زيادة، يعني كتير ربيحة. وهلا نحن ناويين بعد نوظف 10 أشخاص يجوا يساعدونا، لأنه عنا أفكار كتير حابين نطبقها تنكبر هالشركة بعد. من هلا ل 12 شهر عاوزين 10 أشخاص. هذا كله بس من بيع الابلكيشن؟ بس من بيع، هي حقها دولارين الابلكيشن، بس عم بينزل كثير منه، يعني هلا هن ال 4.5 مليون مش كلهم كانوا يعني بدولارين، لأنه بلشنا أول شيء بابلكيشن كانت بلاش، بعدين حطيناها بدولارين. عم تبلش تحكي عن مشاريعكم المستقبلية، نعم. شو كمان عندكم نشاطات أو قصص ثانية فيك تخبرنا عنها رح تعملوها بالسنة؟ أكيد نحن بالأول بس ما بلشنا بانوراما قلنا منخلص هالمقطع هيدا ومنبلش نشتغل شيء تاني له علاقة بالصور اكيد، لكن بس شفنا اللي صار بين انستغرام وفيسبوك، شفنا انه اذا واحد ركز مزبوط على التطبيق اللي عم بيعمله وقوي وصار هالتطبيق مش بس يعني واحد يستعمله بس هيك تياخد صورة فقط لغير، بس تيستعمل الصورة اللي صورها تيشارك فيها كل اصحابه على فيسبوك او تويتر، ممكن واحد يحصل على نتيجة كتير كبيرة بتطبيق واحد. بقى بدل ما نقسم وقتنا وشغلنا على عدة تطبيقات قررنا نركز على تطبيق البانوراما، خاصة أنه اليوم بين الصور العادي والفيديو ما في بين الاثنين إلا البانوراما. يعني إذا واحد بيطلع على الإنترنت في عندكم يوتيوب
اللي هو مختص الويب سايت مختص للفيديوز، وفليكر او فيسبوك المختص للصور، ما في شيء بين الاثنين اللي هو بيساعد لمشاركة البانوراما. وهذا هو ديرماندار اللي حابب يجاوب على الطلب. بما انه عم نحكي عن انستغرام والابلكيشنز الباقيين اللي بياخذوا صور بانوراميه او مش بانوراميه، شو رايك بهالمنافسه اللي عم بتزيد بالسوق هلا على هالنوعيه من الصور؟ احنا ما بنعتبر انه التطبيقات للتصوير العادي او للفيديو بياثر علينا كمنافسه، بالعكس هون فينا مثلا نعتبر انه انستغرام بيساعدنا، لانه الصور البانوراميه اللي عم تظهر من ديرماندار في واحد ياخذها يحطها بانستغرام ويزيد عليها فلترز، يعني اشياء زياده على الصوره، يلعب على الالوان تقدر يشارك كل اصحابه فيها من خلال شبكه انستغرام. المنافسه هي بتيجي اكثر من التطبيقات البانوراميه، وهي في اليوم 42 تطبيق بانورامي على الايفون، وعلى الاندرويد في بس 10. بقى هالمنافسه قويه، بس نحن لانه نوعيه التطبيق عاليه، نوعيه عاليه، عنا تطبيقين فقط يعني بننتبه لهم، نطلع يعني بطريقه دائمه نشوف شو عم بيعملوا اشياء زياده تنقدر نحن كمان نحسن نكون لنفس المستوى. ومن كم يوم ابل فاتت كمان بالموضوع البانوراما مع الايفون 5، وكمان الايفون 4 اس رح يكون عنده كمان نفس الشيء، اللي هو البانوراما اللي بيجي مع الكاميرا بالبلاش. بقى نحن بالاول، اول ما صار فيها هالشيء سمعناه كل العالم صار يقولونا انه هلا كيف فيكم بعد تبيعوا التطبيق اذا طالما رح يجي ببلاش مع الايفون 5. هو الفكره انه بس واحد ياخذ بانوراما، هي بدايه الحديث، يعني واحد ما بيوقف بالتصوير، بياخذ التصوير وبيعمل فيه شيء. ولهالسبب نحن هلا كثير مبسوطين انه عم بيحكوا العالم عن موضوع البانوراما اكثر واكثر. اليغري غوار خوري، المؤسس الشريك لديرماندار، اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك بوامضه، وشكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لك.